دايما ببقى حابب اتكلم في الحاجات اللي بتشغل بال جمهور النادي الاهلي، واهم شيء بيشغل بال الجمهور دلوقتي هو موضوع مستر ريني فايلر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي، والكل بيتساءل عن القرار اللي هيكون بخصوص المدرب. انا عايز اقول لحضراتكم واكد على حضراتكم حتى الان مفيش اي قرار سواء ببقاء المدرب او برحيله، لسه الامر لم يحسم بعد اي اجتهادات حضراتكم تسمعوها من خلال اي وسائل اعلاميه اخرى غير صحيحه، رغم ان هي ممكن بعد ما يعلن النادي الاهلي عن قراره يوم الخميس اللي جاي تلاقي حد اجتهاده كان صحيح، وده ما فيش مشكله، ده شغلهم وشغل زمايلنا الاعزاء الاعلاميين وكل الكلام من ده امر طبيعي جدا، يعني هو ده الدور الاعلامي، يعني مفيش مشكله. لكن التاكيد لازم نديه لحضراتكم، لغايه دلوقتي مفيش اي قرار نهائي بخصوص مستر ريني فايلر. القرار هيكون يوم الخميس، قبل يوم الخميس ما تستناش اي حاجه رسميه قبل يوم الخميس. الاهلي ان شاء الله يوم الخميس هيطلع يتكلم في الجزئيه دي، وان شاء الله زي ما اكدنا على حضراتكم في كل الموضوع ده على مدار اليومين اللي فاتوا تحديدا. عندنا كواليس كتير في القصه، عندنا اخبار ومعلومات مهمه جدا في القصه دي، لكن بما اننا منبر اعلامي رسمي للنادي الاهلي فطبيعي جدا ان احنا لازم ننتظر القرار الرسمي من قبل اداره النادي، واللي من خلاله هيتم الاعلان سواء من الموقع الرسمي للنادي الاهلي او من قناه النادي الرسميه بخصوص القرار النهائي بالجزئيه دي. الكواليس موجوده وكل المعلومات موجوده في الحقيقه، لكن دايما لازم نحترم كل هذه الامور، وفي انتظار القرارات الرسميه باذن الله تعالى. اللي يهمني في الموضوع ان لعيبه النادي الاهلي مركزين جدا في المرحله اللي جايه، سواء بقى مستر فايلر او لم يبقى، لان عارفين هدفنا ايه، بطوله دوري ابطال افريقيا. اللعيبه مش مشغولهمش مين اللي هيكون موجود، اي حد هيكون موجود هم هيشتغلوا معاه عشان ان شاء الله باذن الله يحققوا هدف جمهور النادي الاهلي. ده في اجاز يعني بخصوص مستر ريني فايلر.